مرحبا بكم أصدقائي في حصة جديدة من حصص الرياضيات. اليوم سنتدرب على كيفية إنجاز عملية الضرب، ولكن أولا هل حفظتم جدول الضرب للأعداد من 0 إلى 10؟ أحسنتم، هذا سيسهل علينا إنجاز هذه العمليات. إذا لنبدأ، أولا لدينا هنا 3 علب من البيض. في كل علبة كم من بيضة؟ أحسنتم، 10 بيضات. كم هو عدد البيض في هذه العلب؟ أحسنتم، هناك طريقتان لإنجاز هذه المسألة. أولا نقوم بجمع 10 بكتابة الجمعية، 10 زائد 10 زائد 10. إذن ما العدد الذي نحولها الآن إلى كتابة ضربية؟ نعم، الطريقة الثانية كتابة ضربية. ما العدد الذي يتكرر؟ إنه 10. كم تكرر من مرة؟ 1، 2، 3، أي في 3. كما قلنا فالضرب جمع متكرر. أحسنتم، إذن الآن 10 في 3 كم تساوي؟ لنكتبها الآن على شكل كتابة عمودية، هذه كتابة ضربية أفقية سنحولها إلى كتابة ضربية عمودية. إذا نكتب أولا العدد الأكبر 10 هنا في الأعلى 10، والعدد الأصغر 3 أكتبه هنا، ثم ننجز العملية. نبدأ بضرب الوحدات في الوحدات أولا. 3 في 0 تساوي كم؟ أحسنتم، تساوي 0. لقد حفظتم جدول الضرب بشكل جيد، أحسنتم. الآن 3، إذا ضربنا 3 في 0، نضرب 3 في الوحدات، ثم بعد ذلك إذا تساوي 0، ثم 3 في العشرات في 1. 3 في 1 كم؟ أحسنتم، كل عدد في 1 يساوي نفسه. إذا 3 في 1 تساوي 3. إذا كم هو عدد البيض؟ عدد البيض هو 30. أحسنتم. نمر إلى المسألة الثانية. لدينا هنا 3 كيسان، في كل كيس 34 درهما. السؤال هو كم عدد الدراهم؟ إذن ما الطريقة التي سننجز؟ نعم، هناك طريقتان، الأولى الجمع ثم الضرب. إذن بالجمع أحسنتم، 34 زائد 34. إذا سنكتب 34 زائد 34 لنحولها إلى كتابة ضربية، ماذا ستعطينا؟ أحسنتم، 34 في 2، العدد الذي يتكرر هو 34. كم تكرر من مرة؟ مرتين، إذن في 2. أحسنتم. الآن سنحول هذه الكتابة الضربية الأفقية إلى كتابة ضربية عمودية. 4 العدد الأكبر نكتبه في الأعلى 34، والعدد الأصغر 2 نكتبه في الأسفل، ثم نحسب 2 في 4. كما قلنا دائما نبدأ بضرب وحدات في الوحدات ثم الوحدات في العشرات. إذن أولا 2 في 4 كم؟ تحفظون جدول الضرب لإثنان؟ أحسنتم، تساوي 8، هي 4 زائد 4 8. الآن 2 في 3 في 3، إذن نضرب الآن وحدات في العشرات. 2 في 3 كم؟ أحسنتم، تساوي 6، نكتبها هنا أسفل العشرة. إذا تساوي كم؟ 68. إذا عدد الدراهم هو كم؟ أحسنتم، 68 درهما. ثم أخيرا لدينا هنا 4 مدارس، في كل مدرسة يدرس 210 من التلاميذ. المطلوب هو أن نحسب كم عدد التلاميذ. إذن ما العملية التي يمكن أن نقوم بها أولا؟ كتابة جمعية. أحسنتم، نكتب 210 زائد 210 زائد 210 زائد 210. إذن هذه كتابة جمعية وحل أول مقبول. الحل الثاني الذي يسهل علي العملية ماذا؟ الضرب. كم في كم؟ كم من مرة تكررت؟ 1، 2، 3، 4. إذن كم في كم؟ أحسنتم، 210 في كم من مرة؟ كم تكررت من مرة؟ 4
مرات، إذا 210 في 4. إذا لاحظوا هذه كتابة جمعية طويلة، الكتابة الضربية تختصر علي الحساب وتسهل علي الحساب. الآن سننجز هذه العملية على شكل عمودي. العدد الأكبر هنا ما هو؟ أحسنتم، 210. إذا اكتبوا في الأعلى 210، ثم أسفله اكتبوا 4 العدد الأصغر، ولأنه وحدات اكتبوا أسفل الوحدات، ثم نضرب، نقوم بالعملية. الآن 4 في 0 كم؟ كل عدد في 0 يساوي 0. أحسنتم، إذا ضربنا الوحدات في الوحدات. الآن وحدات في العشرات، ثم اكتبها النتيجة اكتبها أسفل العشرات. إذا 4 في 1 كل عدد في 1 يساوي نفسه. أحسنتم، 4 4 في 1 تساوي 4. الآن 4 في 2 تساوي كم؟ جيد، أحسنتم، إذا 4 في 2 تساوي 8. أنتم تلاميذ مجدون، أحسنتم، ولاحظوا نكتبها أسفل المئات. إذا كم هو عدد التلاميذ؟ أحسنتم، 840 840 تلميذا. إذا لاحظتم يا أبنائي كيف أن حفظ جدول الضرب يسهل علي إنجاز هذه العمليات. إذا تدربوا على إنجاز مثل هذه العمليات في منازلكم، واحفظوا جدول الضرب وراجعوه في كل مرة، وتذكروا القواعد التي درسناها من قبل. إذا أحسنتم أبنائي، بارك الله فيكم.